أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في قول بعضهم ما يحتاجه التلميذ المسلم المعاصر غير المتخصص من كتب العقيدة 5%، لأن هذه الكتب ضخمتها الخصومات والصراع السياسي حول قضية الخلافة والصراع الفكري وقضايا فلسفية مثل خلق القرآن والأسماء والصفات والقضاء والقدر؟ هذا هذيان، هذا هذيان فارغ، يدل على الجهل أو على الإلحاد والعداوة للتوحيد، فهذا هذيان فارغ لا يلتفت إليه أبدا. نعم.